يمكننا معرفة إذا كان لوتر لوتر الكاتب شاهد إذا وجدنا لو جو إي لو م. إذا هنا هذا جو برونون بيرسونيل يجب أن يكون هكذا جو بدون ليغيومي بدون هذه ليغيومي لأنه لو وجدت هذه ليغيومي سوف يكون هنالك ان كومونتير بمعنى الكاتب يقوم بكومونتير واستعار بشهادة أحدهم إذا هنا هذا الجو هو شهادة شخص آخر وبالتالي يعتبر تكست كومونتير ولا يعتبر عندنا هنا تيموانياج لا يعتبر ان تكست تيموانياج لأنه لو كان هنالك تيموانياج ستادير تيموانياج بمعنى شهادة تيموانياج ستادير لوتور معنا ان تيموان لكن إذا وجدنا جو معها ليغيومي ستادير ان ديسكور رابورتي ستادير هنايا لو تيكست راه عندي كومونتير وبالتالي لوتور يعتبر ان هيستوريان هيستوريان بمعنى مؤرخ وهنا أجيب على أسئلة من قال لي متى أعرف إذا كان هيستوريان أو مؤرخ عفوا أو تيموان أو شاهد أو كاتب كاتب دونك سي إيكريفان وللعلم فقط لا يوجد باك تكست هيستوريك يخلو من هذا السؤال الأول بمعنى اسكو لوتير سي ان تيموان أو إيكريفان أو هيستوريان أو جورناليست دونك هنا هذه التالية تاع جورناليست عادة هو اقتراح يغلط التلميذ أنا على حسب خبراتي المتواضعة جامي لقيت هنا جورناليست عادة يا إما يكون تيموان شاهد أو إخيفا أو إيستوريا متى يكون التكست كومنتير يكون التكست كومنتير عندما يقوم الكاتب بتعليق وكيف أعرف بأنه تعليق بمعنى أن الكاتب لم يشهد الحادثة التاريخية لم يشهدها ولكن يقوم فقط بتعليق مثلا أنا سوف أعلق على الثورة الجزائرية أنا لم أعش في الثورة الجزائرية ولكن يمكنني التعليق على الثورة الجزائرية وبالتالي أنا ماذا أكون هنا قد فعلت قمت بكومنتير دونك كومنتير تعليق إذا الكاتب سيتاني السوريا ويمكن في هذا السؤال أن يكون الكاتب إيستوريان وفي نفس الوقت إكريفان لكن لا يمكن أن يكون إيستوريان وفي نفس الوقت تيموان هنا عندما نقوم بتعليق بكومنتير يمكننا الاستعانة بشخص شاهد الحادثة التاريخية أو الواقعة التاريخية ونقوم بوضع كلامه في غيومي غيومي ستادير غادي ديسكور تاعه غادي رابورتور رابورتي ان ديسكور ستادير غادي نحملو داك الديسكور وندخلوه في النص تاعنا اللي هو كومنتير يوجد أعيد شرح متى أعرف أنه تيموان قلنا أنه تيموان عندما نجد لو جو هذا لو جو ليبغ ليبغ بمعنى لا يوجد معه دي غيومي إذا قلنا هنالك باك 2016 لي لونغ كيف أثبت أن الكاتب حاضر وهنايا لو تيكست سي سو تيغ إي لا بيغ دي زاتيتود دونك هذا التيكست الكاتب شاهد دونك باك 2016 لي لونغ في شرح النص ولقد وضحت جميع لي مارك دو لا بريزونس دو لوتير بمعنى جميع الدلائل التي تبين وجود الكاتب وانه تيموان تيموان بمعنى شاهد ويصبح التكست عباره عن تيموانياج تيموانياج بمعنى شهاده اذا الثانيه لدينا هيستوريا
هيستوريان بمعنى مؤرخ، مؤرخ بمعنى إنسان يتكلم على التاريخ. إذا هنا مؤرخ بمعنى لم يشهد الواقعة التاريخية، إذا لم يشهد الواقعة التاريخية ولكنه يقوم فقط بالتعليق. مثال على ذلك عن نراك على ما أعتقد 2015 يتكلم على حرب العراق، العراق. دونك مام هذا النص جو بونس رانا دايرينه في القناة، وسوف أترك لكم الرابط. قلنا يمكن أن يكون هنالك الكاتب مؤرخ والنص عبارة عن كومنتير بمعنى تعليق على واقعة تاريخية، ونستعين في هذا الكومنتير بشهادة أحدهم، وبالتالي سوف نجد لو جو رابورتي بمعنى ليس الكاتب من يقول ولكن ان جو رابورتي، جو يعود على شهادة شخص ما، ونجد لو ليغومي بمعنى هذه المزدوجتين. أنا إكريفا مثال على ذلك، لقد من سنروح لا سوق سنصيبو نصيبو باغ اكزومبل. مثال على ذلك قرينا هذا النص فرونت فانون للكاتب فرونت فانون، بعد كنا نلقاو لاني سانك على ما اعتقد، لاني سانك كما هاك، ونلقاو موراها ايديسيون. دونك ايديسيون يكتبوها كما هاك ويقولوا لك ايديسيون شتا هي، ومن بعد كنا يزيدوا هنا لاني نصيبو سنة، ولا نجد لا دات، لأنه عندما نجد لا دات سيتادير سيت ان جورنال. دونك هنا نلقاو سنة، نلقاو هنا إيديسيون، ولا سورس هذيك هو كتاب، وهنا يا فرانس فانون هو كاتب. إذا يمكن أن يكون الكاتب هو كاتب بالإجابة بلي لوتر هو كاتب، وفي نفس الوقت مؤرخ إيستوريان. يمكن عندما يطلب منك إجابتين يمكن أن يكون كاتب وفي نفس الوقت إيستوريا، ويمكن أن يكون مثلا تيموا شاهد وفي نفس الوقت يكون مجاهد على حسب السؤال، يكون شاهد. ومن بين الاقتراحات سوف نجد مثلا مجاهد أو شيء آخر، ولكن غالبا 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 جورناليست هو لمجرد تغليط فقط. لم أجد في البكالوريا عندما نجده صحفي، حتى ولو كان المصدر هنايا جورنال، ولكنه ليس لو جورناليست اللي يهدر، ولكن مقالة لشخص آخر هو مؤرخ أو شخص آخر، لأن الصحافة يمكنها الاستعانة بمقالة لشخص مؤرخ. أتمنى أن يكون أفادكم هذا الشرح. مع السؤال الثاني،